ما كانش الحمد لله حنا احنا معولين باش نتكاليفاو دار المجموعات وهذاك واش كان الحمد لله مدينا افون ومام لي جوار صحابي نشكرهم على المجهودات اللي قدموها والحمد لله على لا كاليفيكاسيون هذه اللي نهدوها لي سيبورتر تاعنا. اخويا ما نكذبش عليك ما كناش كاع نخمو في هذا الصوار في هذا العفايس تاع لحقوا ما لحقوش، حنا كنا مكونسنترين على المباراه ديالنا وكما شفتوا دخلنا المباراه بعزيمه وين قدرنا نسجلوا وحافظنا على النتيجه الحمد لله على هذا الفوز والتاهل. الحمد لله كما شفتوا هذا بفضل الله والمجهودات تاع اصحابي والخدمه وان شاء الله نواصلوا على هذا المنوال هذا ان شاء الله. الحمد لله قلت لك حنا كنا دايرين اوبجيكتيف تاع دور المجموعات هذايا ومدينا افون باش نجوزوا الدور المجموعات وهذا كلش كان